السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار إن شاء الله غنقدم لكم واحد الحلقة ديال معلومات هامة حول إبرة تحصين الأرانب ضد التسمم الدموي. كما كتعرفوا شهر 3 ضروري، راكم عارفين الأمراض اللي راني سبقت هضرت عليها اللي كتجي في يعني على طول السنة، على مدار السنة كاين شهر 3 شهر 6 شهر 9. دابا نهضروا على هاد الإبرة، السمية ديالها معلومات على هاد الإبرة. أولا هاد الإبرة كتعطى مرة في السنة. واخ الناس اللي غادي يقولوا لي شرينا شي أرانب وبغينا نحصنوهم، حصنوهم ماشي مشكل، هذه نقطة فايتة. يعني واخا يكون مولاهم في يدير لهم تحصين، معليش دير لهم تحصين ديالهم. ثاني حاجة الشهور اللي كتكون فيها 3 6 9 هذا الشهور كتكون فيها المشكل. واحد هذه نقطة. كاينه نقطة أخرى أن هاد التحصين ماشي ضروري أنه تا يكون المرض، باش نوضح هنايا نجريو ونديرو لها نديرو لهم الإبرة ونقولو غادي إبرة. لا، الإبرة عند المفعول ديالها كيخدم فوقاش في 15 يوم الأولى، 15 يوم الأولى ما كيخدمش هذاك، ما كيخدمش المفعول ديالها. يعني الى يعني فكرتوا بذكاء ان ماشي غادي يجي المرض وندقوا له الابره وغادي نقولوا غادي يبرا ولا ما غاديش يبرا. علاش؟ لان المفعول باقي ما خدمش، يعني هذيك الابره غير ضربناها، يعني مشات لنا، مشاو لنا الارانب ومشات لنا الفلوس. لا، خاص الابره هي كتحصين ماشي دواء، ماشي علاج، ماشي حتى كيمرض عاد باش كنديروا له الدواء. لا، خاص ضروري ان الإبرة دار قبل باش منين يوصل المشكل، يعني التسمم الدموي، منين يبقاو الناس يموتوا لهم تكون نتايا سلكتي. هذه نقطة. الناس غادي يقولوا لي واخا فوقاش اللاج اللي نقدروا نضربوه فيه الإبرة، واش تعطى الحوامل، واش تعطى الناس اللي يلاه ولدوا لهم؟ هاد الإبرة كتعطى لجميع الأعمار إلا واحد بعد الفيطام، بعد الفيطام ما كتعطالهمش، وسبحان الله ما كيمرضوش بعد الفيطام، ما كيجيهمش تسمم دموي. يعني شنو هي؟ كتبدا من عمر شهرين، منين يكون عندهم شهرين ضروري أنكم تحصنوهم إذا كان قريب المرض. أما إذا ما كانش قريب المرض، يعني 3 6 9، ممكن انكم تخليهم حتى الشهر الثالث، يعني 3 شهور. ولكن الى فاتوا 3 شهور كيولي خطر عليهم التسمم الدموي، يعني ضروري انكم في ديك الشهر هو اللي تلعبوا فيه. يا اما الى كان التسمم الدموي قريب، الى كان التسمم الدموي قريب غادي تحصنوهم باش 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 يتجاوزوا هذيك المرحله ديال اما شهر 3 اما شهر 6 اما شهر 9. ولكن بعيد ماشي مشكل، ولكن ما تخليهمش يفوتوا 3 شهور. 3 شهور صافي كيولي خطر عليهم. كاينه قضيه ان الناس اللي عندهم شي انثى يلاه ولدت، ممكن انكم وقريب يعني قريب لها اللادات ديالها تسالي، او قريب 3 6 9 ماشي مشكل، ممكن انكم ديروا لهم التحصين وما تخافوا عليهم والو. اللي يكونوا عاد عشار كذلك، ما دابا كنهضروا على اللي كترضع، اللي كترضع ما غادي ما يطرا لها والو ان شاء الله. كذلك اللي عشار، اللي عشار حتى هي ممكن انكم تضربوا لها هذيك الابره وما تخافوش منها. الناس اللي غادي يسولوني على يعني السميه ديالها، هي في الحقيقه كاينين بزاف السميات، ولكن اللي متداوله وفعاله يعني والناس مجربينها ورخيصه في الثمن شي شويه، وهي كدير 85 درهم ل10 ديال 10 ديال 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 الافراد بالغين، يعني ماشي يعني اللي يكونوا عاد صغار. اللي صغار المهم على الذكر بعدا لا دوز اللي غادي تعطيو
مين يكونوا عندهم 3 شهور فما فوق، يعني اناث او ذكور او حوامل او لوالدين ولا كدير لهم سنتيم. ولكن هذوك العمر ديال الشهرين يعني بعد الفطام وزادوا واحد الشهر اخر يعني شهرين كديروا لهم نصف الكميه، يعني نصف سنتيم ماشي سنتيم، يعني بزاف عليهم سنتيم بزاف عليهم، كدير لهم غير نصف سنتيم، يعني في عمر شهرين كدير لهم نصف سنتيم، ولكن فما 3 شهور فما فوق كدير لهم سنتيم سنتيم واحد. القضيه ديال السميات، السميات هي السميات متعدده، ولكن اللي معروفه هي كوني بخافاك، يعني دونوها كوني بخافاك، كوني بخافاك، يعني هاد كوني بخافاك راه تقريبا كاينه في المغرب كامل، يعني في جميع المناطق. حنا في المنطقه الشرقيه هنايا كاينين متعدده الاسماء، ولكن هاد كوني بخافاك كيستعملوها بزاف، ويعني انا تقريبا خدام غير بها، ما كنبدلهاش. الناس اللي غادي يقولوا لي وحنا عندنا غير جوج حبات ولا ثلاثه حبات وبغينا الدواء، ولكن هي غاليه حنا غادي نشريوها غادي غير نضيعوا فيها، كاين حل، يا اما تشريو يعني يكونوا نتوما جيران ولا هم وتشركوا في وحده، كاين الناس اللي كيديروا هذه الطريقه، وكاين طريقه اخرى اللي هي كاين واحد النوع، كاين واحد عفوا واحد الناس اللي كيبيعوا هاد الدواء بالديتاي، كاين واحد الفارماسيان هنايا، يعني الناس اللي ساكنين في قرسيف مثلا، واحد البلاد سميتو قرسيف، صيدلية هوارة كنتعامل معاه الله يعمرها سلعة، كي يبيع الدواء ديال كوني بخافا كيبيعوا بالديتاي، يعني ممكن انك تدي عليه سنتيم واحد كيبيعوا ب 9 دراهم، 9 دراهم بالنسبة للفرد كبير وتعطيه واحد 9 دراهم لمدة سنة مزيانة، يعني تقلبوا على شي واحد اللي كيبيع بالديتاي، راه كاين الناس اللي كيبيعوا هاد الدواء ديال التسمم الدموي بالديتاي. التسمية باش نعاودها لكم كوني بخافاك، كوني بخافاك، كوني بخافاك، هادي يعني كنظن ان غادي يريحكم هاد الدواء، لان كي بصح هو جد فعال. بالنسبة للتخزين، يعني شي واحد قال لي على حسب التخزين، ما تحطوش في الثلج، ما تحطوش في السخونية، حطوه في الباب ديال الثلاجة، الباب ديال الثلاجة، الثلاجة كتفتحوا لها الباب كيكون الباب ما وصلوش البرد بزاف، يعني ما تحطوهاش في الثلج وما تحطوهاش في السخونية، هي كتبغي جو 6 درجة ولا 8 درجة، كاع الأكثر 8 درجة، يعني تحطوها في الباب ديال الثلاجة، يعني هادي هي الطريقه ديال التخزين ديالي. اذا الحلقه ديالنا راه سالات، كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم، مرحبا بكم. الناس مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر الجيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.